من الغريب مهما ينرح ولا يوقع قريب بعذابي يفرح. ما بقولش لشركتنا. كفو. المدرسة دي بقى انا عايز اشوف لنا مكان نقعد فيه انا وانتي لوحدنا.
انت لسه بتفكر في الموضوع ده؟ انت عارفه ان انا عمري ما هرتاح طول ما انا قاعد في ملكي مش ملكي. ايه الحساسيه دي كلها يا ادهم؟ انا مراتك. وانت مش هيهمك راحتي؟ طبعا. خلاص اعملي اللي بقولك عليه. يعني انت مش مرتاح هنا؟ لا مش حكايه مش مرتاح، بس انا حاسس ان انا مسبب قلق لفادي. ده انا ما شفتوش من ساعه لما اتجوزت. يا حبيبي اللي انت ما تعرفنيش ان ده بيتي، وفادي كان عايش معايا هنا عشان ما يسيبنيش لوحدي، بس هو عنده بيته كمان. بعدين بصراحه انا ما استغناش عن الفيلا دي. عارف ليه؟ ليه؟ عشان في الفيلا دي حبيتك وحلمت بيك واتجوزتك. نفسي اجيب منك ولد عشان اقوله في الزاويه دي حبيت ابوك. انهي زاويه؟ هنا. ايوه. وهنا اكلنا مع بعض. أيوة. وهنا غسلت له رجليه في الميه السخنه. ايوه انا فاكر صح. حوض السمك. ما تنسيش برضه تقول له في الزاويه دي اتخانقت مع ابوك وهنا خنقت ابوك، ما تنسيش برضه. طب انت ما تنساش حاجه؟ ايه انت كمان يعني مش فاهمه؟ عايز تحرمني من ده كله كمان ليه؟ انت عارفه انا دي انا نفسي فيها. ايه يا حبيبي؟ نفسي اجيب ولد واسميه حسن على اسم ابويا واخده في حضني واحقق كل اللي انا اتحرمت منه. الو. ايه يا ادهم، وحشتني قوي. انت ليك عندي مفاجاه، انا حامل. حامل؟ دي بنتك دي؟ يرسلني دي؟ يرسلني بنتك؟ ازيك يا عم وهم؟ ايه يا عم جايبنا على ملا وشي على الصبح كده ليه؟ في ايه؟ ما انت كل يوم هتيجي هنا الصبح. اجي هنا؟ هعمل ايه هنا؟ سبحان الله انت غريب قوي. هو انت مش كل يوم بتقولي عايز شغل عايز شغل، ويوم لما اشغلك تقولي هعمل ايه؟ ابو ورشه الاوتوماسات ابو ساقيه بقى بيقعد فيها، وانت بقى خليك هنا في المكتب، واظن المكتب احسن من الورشه. ماشي يا عم، هاجي كل يوم الصبح وهقعد هنا على المكتب ده. اللي انا عايز افهمه بقى هعمل ايه وانا قاعد على المكتب ده؟ ولا اي حاجه، تفتح عينك وتشوف مين داخل ومين خارج. ماشي، حاجه بسيطه ولو اتزنقت يعني. وانت موجود؟ لا ما انا جايبك هنا عشان انا مش هبقى موجود. امال هتروح فين؟ لازم انزل مصر. الله، وايه اللي هينزلك مصر فجاه كده؟ حصل ايه؟ ده لي يا عم حامل. الف مبروك يا ادهم. الف مبروك. الف مبروك. خد. اخلص بقى. جيبها هنا تولد بقى، جيبها تولد هنا. على الاقل الواد اتولد في اوكرانيا وتعمل له جنسيه امريكاني. واللي اتولد في اوكرانيا بياخد جنسيه امريكاني انجليزي يا حمار. وبعدين ما ينفعش اجيبها تولد هنا. وايه اللي ما ينفعوش؟ انت ناسي نادين؟ اه صحيح، مراتك التانيه. طب والموضوع ده هياخد في ايدك قد ايه؟ يعني هتقعد جنبها لحد ما تولد هناك؟ لا طبعا، بس لازم انزل اكتب عليها قبل ما بطنها تبان وانفضح. يعني هتقعد كتير ولا هتيجي على طول؟ لا هاجي على طول، بس اهم حاجه مش عايز اي حد يعرف ان انا نزلت مصر. انت فاهمني؟ لو حد عرف هتبقى انت اللي قايل له. طب ولو نادين سالتني اقول لها ايه؟ وتحديدا نادين يا بجم. خلاص يا عم، وحياه ابنك اللي لسه ما جاش يا ادهم ما تتاخر عليا. طب ونادين اقول لها ايه؟ ولا هي هتسافر معاك؟ اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره يا ابني. اطلع بره. ادهم انت اتجننت ولا ايه؟ انا جبتها كده. ممكن اقدم مني انت. ايه رايك؟ ده ليا؟ يا رب ذوقي يعجبك. ده يجنن يا حبيبي، بس يعني ما كانش لازم تكلف نفسك. لا اكلف نفسي ايه؟ انت عارفه انا عايز اعمل اي حاجه عشان ارد جمايلك. والله العظيم لو سمعتك تقول الكلمه دي تاني هزعل منك. لا لا تزعلي ايه، انا ما اقدرش ازعلك. انا نفسي اعمل اي حاجه عشان اساعدك بس. اي حاجه؟ اي حاجه؟ احلامي. يبقى تقول ترقص معايا. لا ده كده من رابع المستحيلات. كده؟ طب يلا. عارف يا حبيبي، وانا بين ايديك ببقى مش عايزه حاجه من دول، مش عايزه افكر في اي حاجه تانيه. عارف ان انا بحبك لدرجه اني مش عايزه ابعد عنك ولا حتى لحظه واحده. لو قلت لك يعني ان انا مضطر اغيب عنك يومين هتجنن طبعا. طب لو قلتلك شغل؟ هقول لك انا شريكتك. طب لو قلتلك الشغلانه دي لازم اعملها لوحدي؟ رجلي على رجلك. طب ولو اصريت؟ هوافق يعني، بس يعني خد بالك ممكن اكون وراك. روح
حتى كنت في الصين. لحظة واحدة. لا مش هروح الصين. بس أنا قليك عليا بعد السفرية دي وهيبقى عندك يومين هرجع أوديكي في أي حتة أنت عايزاها. بس أنا برضو قلقانة عليك. من إيه بس؟ يعني قلقانة إن يكون في حاجة في شغلك ولا في حياتك أنا مش عارفة بيها. هو أنت مش متصلة فيا؟ خلص أخلص الشغلانة دي وأرجع على طول. هتتأخر. Каких это пор ты назначаешь мне встречи? انت من امتى بتحدد معايا ميعاد المعاطل؟ اقول له ان انا لازم انزل مصر. نقول انه يخط في جيبي. На 2 дня, не больше. مفيش مشكله, بس يومين مش اكتر. فرح ياما اللي نعمله. تكتر على امك تفرح يا ادهم بعد كل سنين الحزن والبكا والنواح. يمكن امك الست الوحيده اللي ما بتعرفش تزغرط اني ما فرحتش. الناس تقول علينا ايه؟ ناس مين دول اللي بتتكلم عنهم؟ الناس كلها عارفه ان ابوك نفسه يفرح بيك. وبعدين فين الناس دي ايام الفقر؟ حد سال عنك؟ يمكن دي الحاجه الوحيده اللي ابوك كان بيحلم بيها. اعتبره ما ماتش ولو ليوم واحد فرحوا. العظيم يا رب. خلاص يلا هنعمله على الدقيقة. لا انا عايزه الفرح ده اسكندريه كلها تتكلم عنه وكل الناس تشهد ان اللي جمعه ناجي بايديه ربنا جابه لنا احنا. ده مش ارض ولا طين يا ادهم. لا دي داليا ناجي يونس طحون. ده لسه اقولكش يا ناجي. خلاص يلا يبقى خدي راي داليا. داليا يعني هتقولي لا؟ داليا لازم تسمع كلامي. الفرح ده لازم يتعمل يا ادهم. اظن صعب قوي يا ماما نعمل فرح بعد عمي الله يرحمه. اذا كانت دي وصيته. على عيني يا ماما، بس انا خايفه بطني تبان قدام الناس. ما هو من جوزك. يا داليا انت ما تعرفيش غلاوه ادهم عندي. ادهم مش ابني وبس، ده اخويا وابويا وابني. وافقي عشان ابقى راضيه عليكم. طب لو رفضت؟ هعمله برضه. خلاص يا ماما، ما دام ده هيبسطك ويفرحك يبقى يفرحنا انا كمان. اعملي اللي انت عايزاه. ايه بتبص على ايه؟ انا حاسه ان بطني كبيره وكل الناس واخده بالها. الاحساس بالمراقبه ده بقى نص السرقه. يعني ايه؟ يعني لو الناس خدت بالها انك بتبص على بطنك هيبصوا هما كمان. انت مش حاسس ان هي كبيره؟ كبيره لا، بس الخوف ان هي هتبقى طويله. الواد يقطع شبهي ولا حاجه. صوتي صوتك عشان الناس تسمعك. هو حد دارب حاجه في الدوشه اللي احنا فيها دي؟ وبعدين فرصه اقول لك بقى كل اللي انا عايزه. بس على الله تسمعي. قول بصوت عالي عشان عايزه اسمعك. عايزه تسمعي؟ اه. طيب. بحبك. بحبك. بيسيحوا. طب يلا بقى. يا اخي ده انت ريت الغزاله. نفسي افهم بتضحك على ايه؟ ايه راسك انت كمان يا سبهجد؟ راسك ما تعرفش. ما اعرفش ايه؟ ان كل اللي رتبناه في حياتنا ده كوم، واللي بيترتب دلوقتي كوم تاني خالص. وايه هو اللي بيترتب؟ اللي اوله كلمة بحبك اللي انت سمعتها دي، واخره بطن بنتك مستني اللحظة اللي هيغرب فيها للدنيا علشان ينصب نفسه على عرش الطحاينة امير. البت داليا كتبت لك ورقة التنازل ولا لا؟ لا لا. لازم تكتبها ناجي، لانها لو لبست نظارة ادهم ابن اخوك وشافتنا بيها عارف نضارته كويس قوي. ضاحى وجاي اخرنا، ولو شافتنا زي ما هو شايفنا هتبقى دي بدايه الطوفان. بنتك لازم تكتب لك ورقه التنازل يا ناجي. وزرفضت يا بهجت. يبقى ما فيش غير الحل التاني. حل ايه هو؟ تنزل اللي في بطنها. اتجننت يا جدع انت؟ ايه اللي بتقوله ده؟ اه اتجننت يا ناجي. يا
اتجننت فعلا. يلا. مساء أمل. أفندم؟ أنا من كتر الكلام اللي أنا عايز أقوله لك مش عارف أنا عايز أقول لك إيه. بس أنتِ أحلى من القمر. قصدي ولا حاجة. أنا آسف لو كنت سببت لك أي إزعاج يعني. لا ولا إزعاج ولا حاجة. مين اللي واقف مع أمل ده؟ ده مراد زميل يوسف في الكلية. ابن المستشار مازن قرش المرشح لوزارة العدل. شو بهاجك؟ ما بها شي، نقعتها شوي بمي ملح. لو كنت عارف انك قاعدة على قاعدة رومانسية كنت حكيتي قبل ما اجي. مزبوط فادي، كان لازم تحكيني قبل ما تجي. من ايمتك كنت احكيكي قبل ما اجي؟ من لما تجوزت. شغل؟ ما قالي نفس للشغل، مش رح اطلع من البيت قبل ما يجي ادهم. يلا يا ولاد عشان نتصور مع اخوك. يلا يا فيزا. يلا يا حسين. يلا نتصور مع بنتك ولا مستني تاخد الاذن بقى من بهجه؟ وبعدين معاكي بقى، ما تلم نفسك وخلي الاولاد تتعدى على خير. يلا يا بهجه نتصور مع العريس. يلا يا بهجه. يلا نجي ناخد صوره مع العريس. مبروك يا ناجي. الله يبارك فيك يا عاطف. ما تنساش يا اخويا تبقى تسلم على بنتك. ليه؟ هي مسافره؟ لا مش هتعيش في بيت جوزها على طول. والله لولا الملامه يا عاطف كنت سقفتلي قدام الناس دي كلها وقلتلي برافو. اللي انا ما قدرتش اعمله عمله ابنك. لا عملته بنتك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أدم أدم مالك يا حبيبي سرحان فيك؟ معلش بالي مشغول شوية. بقولك إيه، أنت من بكرة هتروحي تقعدي في شقة ماما. أروح؟ وأنت هتروح فين؟ أنا لازم أرجع تاني. ترجع أوكرانيا تاني يا أدم؟ عندي شغل. طب وأنا؟ يا حبيبتي أنا أول ما عرفت إنك حامل ما نزلت على طول. نزلت عشان ترجع تاني أوكرانيا؟ يا حبيبتي عندي شغل. طب إيه المشكلة لما أجي معاك؟ مش هينفع. مش هينفع ليه؟ ما ينفعش ابني يتولد هناك. يا حبيبي لما يجي وقت الولاده ابقى انزل مصر. ما ينفعش. الشقه اللي كنت جايبها لك قاعد فيها دلوقتي طه ومحروس. ادهم انت بتشتغل ايه؟ ايه البرفان الجميل اللي انت حاطاه ده؟ انا مش حاطه برفان يا ادهم. بجد؟ يبقى لازم ريحه برفان انا بقى. على فكره انا ما كنتش شايف الجميله بالشكل ده. ودلوقتي؟ دلوقتي انا بقيت خايف. خايف من ايه؟ خايف اتحول على ايديكي لساحر شاعر. مش محتاج يا حبيبي تتحول لساحر او شاعر. داليا ممكن توعديني؟ اوعدك بايه؟ تاخدي بالك من امي ومن نفسك ومن اللي في بطنك. حاضر يا حبيبي بحبك. الله يسعدك. وانا كمان. سميره
سنتر للعلاج الطبيعي في اسكندريه. ايه حكايتك؟ ما انت عارف كويس قوي يا ابراهيم ان انا ما اقدرش اقعد من غير شغل. يا هانم احنا من البدايه متفقين انه ما فيش شغل، فلوس وبتاخدي زي ما انت عاوز، يبقى ايه؟ ايه يا ابراهيم؟ زهقت اتخنقت، حاسه اني عايشه في سجن. وجبت فلوسه منين بقى ان شاء الله؟ ليه؟ هو انت كنت متجوزني من على الرصيف؟ ما انت عارف كويس اني انا عندي فلوس، والمركز اللي كنت شغاله فيه واللي انت عرفتني فيه كان شغال على حسي انا، ولما سبته كل زباين المركز سابوه وكلهم بيكلموني وبيترجوني اني ارجع له، قلت اشتري المركز واشغله انا، ايه غلطت؟ لا ما غلطتيش يا مدام. دفعت فيك ولا في حد غيري اداهولك هديه؟ لا لا انا ما اسمحلكش تكلمني بالطريقه دي. انا اكلمك زي ما انا عاوز، انت مراتي وده من حقي، عايز افهم. اذا كنت انت متجوزني عشان تحاسبني وتخنقني الخنقه دي يبقى كل واحد يروح لحال سبيله احسن. انا انت عارفه يا سميره اني ما اقدرش اسيبك. لكن انا بقى اقدر. تقدري تعملي ايه يا سميره؟ اقدر اقول لك من هنا ورايح يا ابراهيم، مالكش دعوه بيا، واللي انا عايزاه هعمله كده. طب قومي من وشي، قومي من وشي. لا يا حبيبي، حضرتك اللي تتفضل من هنا. اتفضل فين؟ ده بيتي يا سمير. لا يا راجل، ده كان بيتك، دلوقتي بيتي انا، واذا كنت حضرتك مش عايز تشوفني ايراد فانا بقى مش طايقاك، واتفضل مع السلامه كده. ماشي يا سمير ماشي. ده معناه ايه؟ ملوش غير معنى واحد. اللي هو ايه؟ ما هي دي بقى الاستراتيجية الجديدة اللي انا بفكر فيها. الاستراتيجية دي مبنية على سؤال واحد، اجابته هتخلينا نخلص من ادهم خالص. والسؤال ده ايه؟ ادهم بيشتغل ايه في اوكرانيا؟ تصدق صح، بس دي هنعرفه ازاي؟ بنتك داليا، مش هي اللي كانت بتحبه وعشقته وسافرت وراه هناك واتجوزوا هناك؟ يبقى اكيد عارفة. مظبوط، اكيد ده اللي عارفة هو بيشتغل ايه. اشتقتلك. تعرف من يوم ما سافرت ما في غير فكرة واحدة براسي. ايه؟ ابنك. ابني؟ ماله؟ ايه ابن مين؟ انت نسيت ابنك اللي حلمنا فيه مع بعض؟ ياه، انت لسه فاكرة؟ معقول انسى؟ بكفيني انه رح يكون بيشبهك ويذكرني فيك طول ما انت مشغول عني او مسافر. ادهم، انا بموت فيك، انت حياة قلبي. وطبعا اكيد يهمك مصلحتي. طبعا. طيب ممكن نأجل الكلام الجميل ده لحد لما ارجع من الشغل؟ اوكي، بس بشرط واحد. تأمري؟ تعزمني على العشاء النهاردة. يا خبر أبيض، ده عشاء النهاردة وغدا النهاردة وفطار. انت تأمري يلا. القهوة يا بابا. ايه ده؟ انت اللي جايبها بنفسك؟ وانا كمان عاملاها بنفسي. ياه، ده انت ما عملتهاش وانت قاعدة معايا في بيت واحد، بتعمليها دلوقتي وانت في بيت جوزي يا بابا. ما تشرب القهوة يا ناجي. ومالك كده عاطف بتقوليها زي ما تكوني بتكرشيني؟ العفو، احنا هنفضل طول عمرنا كده حاطين اللي فات قدامنا؟ مش هننسى ابدا؟ خلينا في اللي جاي بقى عاطف، ولا انت مش مقدره الامانه اللي انا سايبها عندكم؟ قصدك مرات ابني؟ ماشي، مرات ابنك. طيب ممكن يا عاطف، ده بعد اذنك يعني، اخد مرات ابنك ونشرب القهوه في اوضتها؟ ده لو كان ليها اوضه من اصله. يلا يا بابا، يلا يلا. هات القهوه. طب اتفضل. ويا ترى الاوضه بتاعتك دي الشمس بتدخلها؟ الهواء النقي بيوصل لها؟ مش عايزك تخاف عليا يا بابا، ما تقلقش انا كويسه.
ابقى كذاب يا بنتي لو قلت اني مش قلقان عليك. داليا انت عندك شك ولو واحد في المليون انك بنتي وان انا ابوكي؟ لا طبعا يا بابا. عندك شك ان كل اللي جمعته طول عمري وحوشته سواء انا او عمك او امك مصيره في الاخر ليكي انت وابنك؟ بعد عمر طويل. طويل والله قصير، عندك شك في كده؟ لا طبعا. بابا هو انت عايز تقول لي حاجه؟ ايوه عايز اقول ان خايف عليكي وعلى حقوقك. هي بابا انا قلت لك قبل كده لو على حقوقي انا متنازله عنها. ما بلاش كلام الرومانسيه الكذاب ده اللي بتقوليه ده مستحيل يحصل، وان اجلا او عاجلا انت اللي هتشيل حمل الورث ده كله، وهو ده يا بنت اللي مخوفني. مخوفك ليه يا بابا؟ لانه ما يصونش الامانه الا الامين، والامين لازم تكون له امارات. زي ايه يا بابا؟ زي هو مين وبيشتغل ايه وهو مين دي. احنا عارفين ادهم كويس، عارفين هو مين ومناسب مين، انما بيشتغل ايه دي اللي مش عارفينها، وهو ده اللي مهوشني. داليا ادهم بيشتغل ايه بالظبط؟ مليون يورو. شكنا مليون يورو. مليون يورو؟ ايوه بس تبترم عليا ولا ايه؟ بس تهنوك меня не удивляет. На других может удивить. Да, потому что мы с Татором Олег, а на столе мы с Татором. Мистер Антони, дома ты меня не видишь? حبيت اتعرف على الكاركتر اللي هي اختارته ومش هو اللي اختارها. ايه اختارته دي؟ ده على اساس يعني ان هي جابتلي من على الطواله. ايه ده يا جوليانو؟ طابونه وطواله. الالفاظ الجميله دي وحشاني قوي. طالما فاهم بقى طابونه وطواله يبقى اكيد فاهم ان الكلام اللي بتقوله ده ممكن يضايق اي راجل. اي ام سو سوري مستر جوليانو. نقول الراجل اللي اختارها وهي اللي سلمت نفسها. لما شفتك وقابلتك دلوقتي قلت انك اوفر دوز برنس تستاهلها وهي تستاهل. يا سلام اوفر دوز لمجرد النظر كده. ثروتي كلها جمعتها من قدرتي ورؤيتي على قراءة الناس، قراءة جيدة. واللي بقرر اني اشتغل معاه انا ممكن اقابله مرة واحدة او اسمع صوته. وانت هتبقى واحد من دول يا جوليا. جوليانو اللي شايفه قدامك هيدا من بعد 3 أيام سباحة في البحر وبعد الرصيف تدريب لكلاب وصل للي انت شايفه. واضح قوي يا صوفيا، وانا بحترم الراجل اللي عينيه بتسبق لسانه، بس تريح وبحب التعامل معاه. يا ترى بقى ايه طبيعة الشغل اللي هيخلينا نتعامل سوا؟ برافو، بحب جدا
الراجل اللي يجيب من الاخر. شابوه يا جوليان. تشيرز. ادهم هنا مكان قدخين. يا ناقصه. لوين رايح؟ هطلع عشان شويه هوا واشرب سيجاره بس عشان اتخنقت. براحتك. جوزك بيدخن، لازم تنتبهي على صحته. شرب سيجارة. طيب على القليل سلم. سوري صوفيا، بس انت بتعرفي لما اشوف نادين ما بقدر اشوف حدا معها. يا ريت تنتبه شوي يا سيف، جوزي بهار كتير ودمه حامي، بلا الحكي بكون احسن. معها ما هي انا مني جوزك وكمان بغار عليك. لا شكلك متقل السكرة. صوفيا شوف شو بدك تعمل، رايحة اشوف جوزي. ايه يا جماعة مش مشكلة، اهو كله بثواب صحتها. يلا حبيبي. بقولك ايه، ايه رايك في طبق فول بالزيت والليمون وطبق بيض وبسطرمه؟ لا المطعم هنا ما بيعملش الاكل ده. لا سيبك منه، انا اعرف اتصرف. طب والناس اللي عازمنا؟ انا ظبطتها مع المتر، هيقول لهم ان انا تعبت شويه واضطرينا نمشي. نمشي نروح فين؟ تعالي بس يلا. قومي تعالي شوفي جوزك محضر لك ايه. مجنون والله. ما انا عارف. يعني حد يسيب المطعم الشيك اللي نحنا كنا فيه ويجي هنا ياكل فول وبيض وبصل؟ انا بصي دي اسمها ودن قطه. بصي تعملي كده، قربي. ايه ده ليا؟ قربي يا رب يا ساتر. ايوه عنك عنك. قولي لي هو سيف بيشتغل ايه؟ عنده شركه شحن. لا ما انا عارف، انا بتكلم عن طبيعه شغله معاكي انت وفادي وصوفيا. بيصدر لنا كل شحنات الازياء بتاعتنا. اشمعنى هو؟ عشان سيف سالك جدا في السفرات، يعني ساعات يصدر لنا شغلنا في الحقيبة الدبلوماسية دي. تهريب يعني؟ يعني حاجة زي كده. طب هو انت لو صدرتي عادي يعني تفرق معاكي؟ طبعا تفرق. بص هقول لك، هي الحقيبة الدبلوماسية دي محدش يجيب خبرها، يعني مكسبها مية مية، عارف يعني لا ضرايب ولا جمارك. طب ما تشتغلي كده على طول. ما اقدرش. ازاي ننكشف؟ يعني لازم نصدر شوية رسمي شوية بلاك. يا سلام، مراتي طلعت مهربة يا جماعة، مهربة. ايه ده؟ انت واكلة فول ولا ايه؟ وبصل. طب ما اتطلقتيش ليه منه وخلصتي؟ وكنا بدأنا العدة من النهاردة. مستعجل قوي يا نكتي. لا أنا مش مستعجل قوي، أنا مستعجل قوي قوي قوي. يرضيك مرمر حبيبتك، واحد زي ابراهيم ابو حجر ده يضحك عليها. ابو حجر مين ده اللي يضحك عليك؟ لا طبعا ما يرضنيش. بس انت محتاجه له في ايه يا بيبي؟ اضمن مؤخر الصداق بتاعي. انت تعرف المؤخر اللي عليه كام؟ كام؟ 250 الف جنيه. يستاهل، خليك اقعد. ده غير طبعا نصيبي في مشروع قريتي. ايه؟ مشروع ايه؟ قريتي، المشروع اللي انت وهو داخلينه سوا. افهم من كده ان هو كاتبه باسمك؟ اتنازلي عنه. اتنازلك؟ لا 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 لا، ده انت كده بقى لازم تطلعي منه النهارده قبل بكره. We'll be right back.
ايه؟ في ايه؟ واحد من هيئة التخطيط العمراني. طب ما تقابله يا حسيب وشوفه عايز ايه؟ حصل. قال لك ايه؟ عايز يشوف اوراق ملكية الارض اللي مبني عليها المصنع. ايه 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 ايه؟ قول تاني كده يا اخويا؟ سمعني كويس؟ عايز يشوف اوراق ملكية الارض اللي مبني عليها المصنع. وانت قلت له ايه؟ قلت له الموضوع ده يخص سعادتك. انت تطلع له حالا وتكرشه من هنا. اكرشه؟ ايوه تكرشه من المصنع خالص. وقول له انه لو عتب هنا تاني انا هقطع له رجله. مفهوم؟ يلا روح. الو؟ ايوه حبيبتي. شكل الشغل كده. طيب لا انا هكلمك تاني اول ما اروح. مع السلامه. لا فالح، فالح فالح غصب عن عينه. امال ايه؟ هو احنا شويه؟ هو مش عارف احنا مين ولا ايه؟ لا يا اخويا اكيد اللي بعته عارف كويس قوي احنا نبقى مين. ومين ده اللي يقدر يعمل معانا كده؟ جهاز البحث عن كبش فدا. اه ابتدينا يا سباق، ابتدينا الفلسفه. وعملوا امتى الجهاز ده ان شاء الله؟ ليه انت ما تعرفش ان الحكومه ليها كل سنه واحد ولا اتنين لازم يتقدم كبش فدا عشان يبقى عبره وعظه لمن لا يعتبر؟ يقوم يحيلوا عليا هيئه التخطيط؟ ما هي دي بقى من الغرز اللي ابوك سابها لنا وراح. يعني ايه؟ يعني ممكن تبقى الارض اللي عليها المصنع دي واضحيات ومن زمام الحكومه. ايوه بس الورق بتاع الارض دي موجود ومتوثق. وانت في حاجه ما تعرفهاش يا ناجي، ان اللي احنا بنعمله ابوك كان بيعمله، وزي ما ابوك زور احنا زورنا. يعني الورق مضروب؟ انا بصراحه ما اعرفش المضروب بالسليم، انما طالما بيدوروا ورانا يبقى صدق الحكومه. تأكدت بنفسك يا معلم؟ ده انا يا دوبك لسه جاي من هناك دلوقتي. انا عارف انك لسه جاي من هناك دلوقتي. المهم اتأكدت من حكايه الارض؟ قصدك الارض بتاعت الحكومه؟ تعرف يا ناجي الحكومه ممكن تعمل معانا تصالح، لما في الحاله دي بقى ممكن تدفعنا سعر الارض 10 اضعاف. انا قصدك ايه؟ نبيع؟ قدامك حل تاني؟ ايوه بس كده لو بعنا باجت هنبيع بسعر بخس قوي. وماله؟ نبيع بسعر بخس احسن ما ندفع ثمن الارض 10 اضعاف. يبقى لازم نبيع قبل ما الحكايه دي تتشم. هو مش عثمان قال لك انه هيرش عشان الحكايه دي ما يتشمش ريحتها؟ قال لي يا اخوي قال لي اصل هيرش من جيب ابويا. خليه يخلص وبعدين نبقى نحاسبه. اقول لك ايه، احنا مش عاوزين نظهر في الصوره خالص، لا من بعيد ولا من قريب. طب والمصنع؟ ما هو اللي هيشيل الارض هيشيلها بالمصنع. تصدق صح، عثمان قال لي كده برضو. يبقى نخلينا ورا عثمان. بس انا اللي هيجنني هناك هموت واعرف مين اللي بيدور ورانا. ادم والله زمان يا صاحبي. انا كنت عارف ان مارسيليو مش هيهون عليك. مهما طالت بينا الايام يا ادهم مسرنا لبعض. ايه هتفضل واقف كده؟ اقعد. هو سؤال واحد. ايه هو؟ ايه علاقة سيف بباولو؟ الكلام ده ما ينفعش يتقال هنا. هنا ودلوقتي. اشمعنى؟ مش شغلك. عندك اجابة ولا اتكل؟ بغض النظر يا ادهم، عندي اجابة ولا ما عنديش. لازم تعرف كويس قوي ان سيرة مستر باولو لما تيجي تبقى سيرة بحساب. لأنه راجل مش قليل، وأي حاجة تخصه ما تسألهاش لواحد صغير زيي. انت
عايز تقنعني ان باولو ده الكبير؟ على حد معرفتي ما اعتقدش. ليه؟ لان لو باولو الكبير لا يمكن يقابل واحد زي وزيك بالسهوله دي. فاجئتني يا ادهم برضو؟ بس لازم تعرف يا ادهم ان الصغيرين اللي زيه زيك ليهم سقف مش مسمح لهم ان هم يتعدوه. بعدين انا عايز اسالك، انت يهمك تقابل الكبير في ايه؟ ولا يفرق معايا من اساسه، بس لازم تفهم حاجه، انا مش هقبل ان انا اشتغل صبي عند واحد زي سيف. هاي مرزي. هاي بوكاشا. الغربة ملهاش حد، على قلب ملهوش حد، محتاج لحضن حبيب يقدر مع البعض. صابرين يا دنيا ومسرنا رغم الهموم نبقى. الغربة ملهاش حد، على قلب ملهوش حد، محتاج لحضن حبيب.